وازيكم واهلا بيكم فيديو جديد. بقالنا كتير جدا 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 ما عملناش فيديو في المكان هنا. في حاجات كتير اتغيرت طبعا انتم مش شايفينها، بس في حاجات كتير جدا اتغيرت هتبقوا تشوفوها كمان بعدين كده، بعد فتره كده هتلاقوا التغيرات بتحصل اكتر واكتر. بعد كده هوريكم المكان كل مره واحده. ورجعت لكم اهو بعد طول غياب، بعد شهور مش بنزل فيديو بوشي وبنزل فيديوهات سريعه وبنجز عشان الحر، ودلوقتي الجو برده حر جدا. رجعت لكم بفيديو جامد، فتح صندوق الطبعة الكانون G2411. الطبعة دي مفروض يعني ان هي تكون كويسة جدا، بس انا لسه مجربتهاش، لسه حتى مفتحتهاش اصلا، لسه لازق عليها، لسه هفتحها دلوقتي قدامكم. هيبقى ده فيديو فتح صندوق بس، هجربها بعدها باسبوع او اسبوعين، يعني هقعد اجربها من دلوقتي اصلا. هطبع عليها حاجات كتيرة جدا، جايب ورق كتير جدا بانواع مختلفة عشان اطبع عليه. هجرب الطبعة دي بطريقة ما تتوصفش، وبعد كده اقول لكم رأيي في المراجعة الكاملة بتاعتها. فيديو النهاردة هيكون فتح صندوق بس وتركيب الطبعة، يعني ازاي تشغلها وكده، لان انا برضو ما فهمتش اي حاجة من الفيديوهات الصراحة على اليوتيوب، ولا فهمت من المانوال. حملت المانوال ولقيت ان في حاجات بلاستيك وحاجات مش عارف ايه، فاللي هو انا مش فاهم، فلسه هفتح واشوف ايه ده، وتبقوا معايا خطوة بخطوة. كل حاجة ايه رأيكم في البنش؟ شكله حلو. هتلاقوا رابط التيشيرت ده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ها اول حاجه خلينا نبدا بيها، وهي اللي موجود فوق العلبه. هو بيقول لك طبعا ما تحطش الطبعه بالمتني ومش عارف ايه، بيقول لك ازاي تقدر تفتح او تشيل طبعا من الصندوق. بيقول لك هي تقدر تطبع لغايه كام، 12000 ورقه اسود و7000 الوان بالمليه الواحدة، يعني تملي التانك مرة واحدة تقدر تطبع العدد ده، يعني اب تو، يعني ممكن توصل لكده. فخلينا بقى نشوف، برضه هنبقى نعرف في خلال الاسبوعين دول، اصلا مش هوصل ل 7000، بس هنشوف ممكن بعد 100 200 صورة يخلص اساسا. فهنجرب ونشوف ونشوف هيطبع فعلا العدد دوت ولا مجرد كلمة تسويقية وخلاص. ما عنديش انبوكسنج لايف ولا أي حاجة، فأنا هفتح بالكتر العادي ده. ماشي، أول ما بنفتح بيقول لك 1 2 تقدر تفتح العلبة، وهنا بيقول لك طريقة انك تملي العلبة، يعني انت بتفتحها وبعد كده بعد ما بتمليها تهزها يمين وشمال تأكد ان مفيش اي تسريب. ماشي، اولا البوكس ده كبير جدا، عشان كده حطيت الكاميرا بالزاوية دي عشان تقدروا تشوفوا اللي موجود. يعني ايه ده بص، احط لك المانوال الورق والحاجات دي. ده الضمان، عشان كده يبقى كيسة ولا لا واقعة، كيسة مفتوحة، كيسة أصلا مفتوحة يعني ما فتحتش أي حاجة، شكلها كان مقطوع. تمام، ده الضمان بتاع كان الشرق الأوسط، نحطه هنا، طلع بقية الورق ده، نشيل السي دي عشان مش عايز حاجة تضيع. ده ورق، ده فدي هنستخدمها. ده هنا السي دي والكلام ده هنحتاجه لو هنبقى نعرف، لو ما اتعرفتش تلقائي على الكمبيوتر. شوف ايه ده، هاخدها دي اهو. ايه ده الحاجات هنا، مش المفروض اللي مش هقلب. المهم ده بتيجي معاها لونين اسود وثلاث عبوات الوان والادابتر اللي بتوصله في الكهرباء. وايه دول مش عارف. ماشي، عندنا هنا دليل البدء، امال التاني ده كان ايه؟ ديت هي الطبعة، نطلعها بره الكيس. واهو رجعنا مرة تانية. ديت هي الطبعة اهوت، لفيت الاتجاه عشان الإضاءة، وطلع إن هو ده الكتيب مش البتاع الكبير التاني، هو ده الكتيب. بيقول لك الخطوات بكل اللغات، إنجليزي أسباني عربي مش عارف إيه، ففتحت العربي عشان تبقوا معايا خطوة بخطوة. إن لازم الحاجات دي حتى لو انت عارف فيها كل حاجة لازم تشوف الكتيب عامل ازاي، عشان ديت حاجة بحبر، فممكن حاجة تبوظ اي حاجة، على عكس الموبايلات عادي ابدأ مش مشكلة. دي التحقق من العناصر المضمونة موجود، موجود كل الحاجات دي موجودة، اللي انا مش فاهم ايه ده الخرطوشة ديت انا استخدمها وهو اصلا بتنكات، فاللي هو انا مش فاهم. نبدأ بقى بالاول حاجة، ازالة مواد التغليف، افتح الوحدة، شيل الورقة وارميها اللي هي الورقة دي. اوكي شلناها، ديت اول حتة، دوت بتاع حاجة تانية خالص، بس الورقة اللي بيبقى عليها جوه اهي ورقة اهي. ايه ده، يعني دي كده كلها كده بتترفع. هنشيل كل اللزق ده،
نحطه مع اللزق التاني اخوه. نشوف كده بقى اترفع. اهي اترفع اهي. ايه ده؟ بتاع دي بتثبتها يعني. في بتاعة صغيرة كده بتثبتها وهي، بس هنا بتترفع اكتر من كده. هي تقريبا اخرها كده. هي اخرها كده. في لزقة هنا. دي عشان بتاع ده منجيش يمين وشمال. نشيل بقى اللزقة دي. هم عاملينها بلزقات كده ليه؟ انا خايف الا تقع. دي بتاع كلها كده بتتشال. ماشي. وفي ده في تراب هنا، ممكن يكون من الكرتونة مش عارف. بس هي كلها نظيفة تمام. افتح غطاء الخرطوشة. ماشي، افتح غطاء الخرطوشة وركبها. في بتاع صغيرة كده اهو، حاطين لك السي ومش عارف ايه، تتك عليها كده تقوم مرفوع على طول. ماشي. ده هنا سي وبي اللي هو color، يعني الحتة دي color، وده بي بلاك اللي هو الاسود. يعني احنا عندنا color هنا فهنحط الكلر هنا. اوكي، فكيت الخرطوشتين ودخلتهم هنا. بتحطوا عادي من غير كبس، من غير ضغط، من غير اي حاجه، مجرد بتحطها وتسيبها هي بتقف مكانها. هي الحته في ديت بس المشكله، بتتك جامد شويه لغايه ما تسمع كليك او تسمع صوت ضغطه عشان يبقى ضامن ان هو البتاع في المكان. بيقول لك في الخطوه رقم بص، كان الخطوه اغلق غطاء القفله ثم ادفعه للاسفل، تك عليه. ماشي. في الخطوه رقم 7 اضغط على زر التوصيل اللي هو الاثنين دول. نضغط كده اتوصلت، كده اتوصلت. الوصله دي من النوع اللي هي ترفعها كده تقوم نازل، تقوم قافله، ترفعها كده تفتحها تاني وتحطها تقوم فاتحه اللي هو تبقى ثابته. فانت لازم ترفعها حته صغيره وتنزل عشان تقفل، ومش لازم تقفلها من هنا زي ما كنت بدور، ده من هنا عادي ترفع من هنا. ماشي. ولقيت مشكله واجهتني وانا بصور الساعه 5 الفجر، المفروض الاذان هيأذن كمان شويه، وهي دي الادابتر بتاع الطابعه راسه كده. انا ما عنديش اي تحويله في البيت، كان في تحويله بس ما اعرفش راحت فين، قلبت عليها المكان كله ومش ملاقي. الطابعه القديمه اصلا كانت شغاله فيش عاديه، ف احتاج تحويله راس من البتاعه دي، وتبقى حاجه نظيفه لان انا مش بحب ان انا اجيب اللي هي بيبوظوا بسرعه دول. ماشي كده احنا مش عارف نعمل اي حاجه، ولا اقدر املي الخزان طالما ان مفيش ادابتر اوصلها بالكهرباء عشان اقدر امليها واللي هي ابدا بيها وكده. فهننام دلوقتي ونصحى الصبح نروح نجيب الادابتر ونكمل. وهو جبت القطعه اللي هي هحول بيها المحول من دي عشان اركب فيها البتاع الادابتر ده. فيلا بينا نركبها ونبدا بقى نكمل تشغيل الطابعه. يلا هنضغط على زرار الاون. الشاشه شغاله، الدنيا تمام. هو تقريبا اللي انا بسيبها كده، بعد كده بملي الاحبار بتاعتها والكلام ده. مش عارف في حاجه غريبه بتحصل او صوت غريب بتحصل. اهو كده بيقول لي نقطه حبر، يعني عايز حبر. يعني هنفتحها بقى اللي هو زي ما احنا قلنا كده، ونرفع الغطيان ونبدا نملي في الحبر. حاجه بس تكون عارفها، لما تيجي تجيب حبر، لما بيخلص الحبر وتيجي تجيب تاني، الحبر ده مشفوط هواء، يعني الكيسه نفسها مشفوط الهواء. ما اعتقدش ان في حبر تقليد او هايكوبي او مش اصلي هيعملوا الحركه دي، لان الحركه دي تعتبر مكلفه شويه. حتى بصوا مشفوط الهواء كله بالملي، مفيش حتى حته صغيره ان اسحبها عشان اعرف افتحها، فبقى صاحب المقص. ف خلي دي في بالك لما انت تيجي تجيب الحبر تاني بقى. وخدوا ديت نصيحة، مكتوب في ورقة بعد انت بتطلع الاخبار، بيقول لك ان عشان ده اول مالية، فاول مالية بيتاخد منها جزء كبير جدا من الحبر بيتحط في الكارتجات اللي جوه. فعدد الطبعات او عدد الرسومات اللي انت هتقدر تطلعها او الصور اللي انت هتقدر تطلعها اقل من العدد اللي هو مكتوب، عشان ديت بتبقى اول مالية بس، بعد كده هيبقى المفروض العدد صحيح. فالتجربة ديت ممكن ما تجيبلكش نفس العدد مظبوط او اول تجربة، ولكن هنشوف اصلا هتوصل لكام.
اوكي هي تقريبا اخذت من كل الاحبار، اخذت من الصيان والماجنتا، بتاخد دلوقتي من اليلو اهوت اللي هو الاصفر، واخدت في الاول من الاسود، فتقريبا هتخلص خالص بعد 15 دقايق وهتبقى جاهزه للطباعه. واهوت انا خلصت تسطيب الطبعه، ودلوقتي حاليا قاعد عمال اطبع كتسمعين الصوت وطبعت كذا صوره ومش عارف ايه، وطبعت اللي هو الورق الكبير دوت يعني كبير قوي وكده، ابعاد كبيره بقى ومش عارف ايه. لسه كانت تجربه اوليه بس بتستهلك حبر كتير، شايف ان استهلاك الحبر برضه مش قليل، انا بعمل كل حاجه على هاي، فتقريبا دوت انت هتطبع على ستاندرد هيتطول معاك اكتر شويه، ولكن ده كلها انطباعات اوليه، كانطباع اولاني فالجوده تحفه، الالوان جميله جدا ودقيقه جدا، وتقدر تطبع اي ابعاد انت عايزها بخدعه بسيطه جدا، هتشوفوها كلها في المراجعه بتاعت الكاميرا كمان اسبوع او اسبوعين بعد ما نجربها بكتير. فمتنساش انك تعمل لايك وشير على الفيديو، تشترك في القناة لو مش مشترك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.